كان حاضرا في خيبة الأبطال وله تجارب سابقة في شمال إفريقيا. الترجي التونسي نجح في التوصل لاتفاق مع مدربه الجديد الذي سيتولى المهمة خلفا لمعين الشعباني. الترجي أطاح بمعين الشعباني بعد أشهر قليلة من توليه المهمة نتيجة فشله في إقناع الجماهير أو تقديم الأداء المناسب على مدار الفترة التي تولى فيها قيادة الفريق. ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان اسم المدير الفني الجديد للترجي التونسي بعد الإطاحة بمعين الشعباني في ولايته الجديدة مع النادي التونسي بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار. الإطاحة بالشعباني جاءت بعد أشهر قليلة من عودته بالفعل للنادي في ولاية جديدة والتي كانت في الأمتار الأخيرة من الموسم الماضي، لكن فشله في إقناع الجماهير والضغوط التي وقعت على إدارة النادي دفعتهم لفسخ التعاقد معه ومساعده مجد تراوي بالتراضي. الترجي التونسي يحتاج إلى مدير فني في أسرع وقت، خصوصا مع اقتراب بداية الرحلة الإفريقية للنادي في دوري الأبطال، ما يعني أن المدرب يجب أن يكون لديه تجارب سابقة في البطولة القارية. وبالفعل أصبح الفريق التونسي على بعد خطوة واحدة من الإعلان بشكل رسمي عن اسم المدرب الجديد الذي من المقرر أن يتولى تدريب النادي خلفا للشعباني. الترجي نجح في التوصل لاتفاق مبدئي مع البلجيكي سيفين فاندنبروك ليتولى تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، خصوصا وأنه يمتلك خبرة كبيرة مع أندية شمال إفريقيا ودوري الأبطال. الترجي يعود من جديد إلى المدرب الأوروبي بعد فشل أغلب المدربين المحليين في الفترة الماضية بعد تمسك إدارة النادي بتولية المهمة لمدرب وطني على مدار سنوات طويلة. تواصلت إدارة الترجي التونسي مع فاندنبروك قبل رحيله عن ناديه الأخير شباب بلوزداد الجزائري، وتطورت المفاوضات بشكل كبير بعد فسخ تعاقده مع النادي الجزائري في الساعات الماضية. فاندنبروك رحل عن شباب بلوزداد بسبب خلافات في وجهات النظر حسبما أعلنت إدارة النادي الجزائري قبل أن يصبح المرشح الأول والأقرب لقيادة الترجي التونسي. التقارير التونسية تؤكد أن المدرب البلجيكي سيوقع عقوده مع الترجي خلال الساعات المقبلة، لكن التخوفات موجودة من كونه كان مدرب الوداد في خيبة الأبطال الأخيرة وخسارة اللقب في النهائي أمام النادي الأهلي. بدأت المسيرة التدريبية للمدرب البلجيكي من نادي نيكي فولو واستمر في بلجيكا لبعض الوقت قبل تولي منصب المدرب المساعد لمنتخب الكاميرون في كأس الأمم الإفريقية عام 2017، وبالفعل يتوج باللقب مع الأسود، وتولى بعد ذلك تدريب زامبيا ثم سيمبا التنزاني، واستمر في القارة السمراء مع نادي الجيش الملكي المغربي وقدم معه مستويات مميزة، ثم خاض تجربة قصيرة في الدوري السعودي مع أبها. عاد المدرب البلجيكي بعد ذلك إلى المغرب من خلال الوداد الذي وصل معه لنهائي دوري الأبطال، ورحل لتولي تدريب شباب بلوزداد في بداية الموسم الحالي، لكنه رحل بشكل سريع.